عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيم. تحية وحب وتقدير لحضراتكم، واسمحوا لي طبعا أذكر كل أصدقائنا مشاهدينا الكرام اللي حابين يتابعوا برنامجنا من خلال السوشيال ميديا وعلى صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيم بالعربي. احنا بننزل كل وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع، كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل وكمان سكرين شوت من المقادير. لكن التواصل والردود على الأسئلة والتطبيقات والتعليقات وحتى الوصفة كتابيا بالطريقة بتنزل من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي. النهاردة بفكر حضراتكم ودايما بأكد على براش انتاج شركة AMD للأدوية، وهي نفس الشركة المنتجة للكلوسيز، وهو من كريمات التفتيح الجميلة جدا الغنية بكتير من الفيتامينز، منها فيتامين ألف وفيتامين سي وخلاصة العرقسوس ومن البانثينول ولاكوريش وحاجات كتيرة جدا، وكمان الكولاجين لأنه بيحافظ أو بيقلل على نسبة التجاعيد اللي بتظهر عندنا. كمان حب الشباب بينظف جدا البشرة لأنه في حاجات كتير جدا مضادة للبكتيريا في الصفات اللي موجودة فيه أو المواد اللي موجودة فيه، من المواد اللي فيه في حاجات فيها تصلح جدا لحبوب الشباب، ودي الحاجات اللي بتبقى فيه بقع داكنه في الوش او انها تتوحد مع لون الوش مع الوقت، حاجات لطيفه جدا. مستو ان هو سعره مناسب جدا، حوالي 47 جنيه ونص، متاح وموجود في كل الصيدليات. والنهارده بقى هنبدا نقول وصفاتنا اللي هنتكلم عليها النهارده. معانا كوسه هنحشيها، لكن مش المحشي التقليدي بتاعنا، هنعملها عشان لو أصدقائنا عايزين يغيروا الفريم بتاعها. هي ميزتها انها تنفع للناس الفيجيتيريان جدا، تنفع صيامي جدا، تنفع ان احنا نستخدمها في الفترة الحالية للناس اللي عندها يعني مشاكل في مرضى قلب، مرضى سكر، لان هي بتدعم جدا كمان الكوسة غذاء القلب، يعني القلب يحب الكوسة جدا. فاحنا عايزين نعمل كده محشي لكن بالخضار. محشي بإيه بقى؟ عندنا كوسة، وعندنا بصل أخضر مفروم، عندنا نص كوباية من المشروم المتقطعة، نص كوباية من الحمص، حمص الشام مسلوق، نص كوباية من الذرة الصفراء، شبت، بقدونس، كزبرة خضراء، نعناع فريش، بهارات وجوز الطيب، ملح وفلفل وزيت زيتون أو زيت نباتي زي ما حضراتكم تحبوا. الوصفة دي وصفة خفيفة ولطيفة. هحتاج بولة كبيرة كده، هتولي بولة يا شباب كبيرة، وهنبدأ نحط مكونات المحشي دي ني في ني، وإحنا اتفقنا إن نقدر نحصل على محشي ممتاز حتى لو على طريقة الني في ني، لأنه هيستوي وهيتسبك ويبقى لطيف، لكن تسوية مرة واحدة بس علشان نقدر نستفيد بكل الفيتامينز اللي موجودة في الوصفة أو في الأكلة نفسها. خليني بقى إيه كده أخد كده إيه، أعمل فرشة صغيرة في الحلة، ودي مثلا إيه، أخد كده الحلة أحط هنا شرايح من البصل، بسم الله كده، أرضية، وعليها كمان من الطماطم، تدي طعم وتست حلو قوي كده، وهناخد عودين من النعناع الفريش، تنفع قوي مع الكوسة ومع أنواع المحشي الدلمة ومع كل حاجة احنا عايزينها. هحط نقطة زيت، سواء زيت نباتي أو زيت زيتون، معلش عشان الحلة كانت سخنة. وبعدين هخليها جنبي وهبدأ بقى إيه، آخد البولة هشتغل فيها، هحط فيها الإيه، حاجاتي كلها اللي هي عندي مشروم، ده الحشو مفيش رز، وعندي بصل اخضر، وعندي ذره صفراء، وعندي حمص، والخضره شبت وبقدونس وكزبره، الحاجات الجميله بتاعه المحشي بتاعتي كده كده، والنعناع الاخضر مفروم ناعم برضو كده، عندي شويه من عصير الطماطم هنا، حاجه بسيطه قوي لان انا هضيف الباقي وانا بسقي، هسقي بيه المحشي، يعني مش هحط طماطم هنا كتيره، حاجه بسيطه، او ينفع نص معلقه من الصلصه كده. هناخد بقى بعدين التوابل بتاعتنا،
توابل اللي هي البهارات، 7 بهارات، ورشه ملح وفلفل طبعا، رشه ملح وفلفل، والبهارات بتاعتنا اهي، وادي الفلفل وكده، وهاخد نقطه بسيطه خفيفه من الزيت جوه التتبيله، زيت الزيتون، وينفع زيت نباتي مفيش مشكله خالص. خليني بس اجيب دي كده هنا جنبي، وهاجي اقلبها كده تقليبه حلوه، وهبدا اسقي احشي المحشي الحلو ده. عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا جدا جدا. اللي عايز يدعم بشويه رز صغيرين بني ماشي، مش عايز مفيش مشكله، بس هي كوصفه رائعه. انا هلبس بقى كده الجلافز وهحشي شويه الكوسه دول، وهرصهم هنا في الحله، حطهم مع عصير الطماطم والقعده اللي حطيناها من شرايح الطماطم والبصل وشويه النعناع الفريش الحلوين دول، ونبدا ايه نحشيها. وصفه خفيفه وحلوه، كل حاجه موجوده جوه الوصفه دي مغذيه جدا مناسبه جدا. ممكن نحط شويه عصير طماطم وشويه مرق بسيط، وهنبدا نسوي فيه الكوسه دي، روعه وتغيير. المشروم بيحل محل اي حاجه. في ناس كانت بتحشي الكوسه دي باللحمه المفرومه، وتحشيها وتعملها الكوسه القبلمه اللي بتبقى محشيه مفروم، بعد تنزل في اللبن اللي هو اللبن الرايب مع الزبادي، دي برضو بتبقى من الحاجات الحلوه. لكن احنا النهارده هنعملها بحشو خضار بس، والحشو ده طعمه حلو جدا مختلف كده. كده بالنسبه لكم حلو يا ولاد، الخضره جميله زي ما احنا عايزين. وبعدين نحشي كميه الكوسه بتاعتنا الحلوه دي، نقدر نحشي كمان الطماطم، نقدر نحشي الفلفل، الفلفل الرومي. الحاجات دي مهمه قوي، تغيير برضو في الوصفات حاجات مهمه وبتفرق معانا. مشروم يحل محل البروتين، اللحمه والفراخ والحاجات الحلوه دي. وبصوا وصفه جميله جدا، جربوها كمان في فلفل الالوان هتبقى حلوه قوي. احنا قبل كده عملنا المحشي ده بالبرغل، وعملناه برده كان معاه نسبه حمص وحاجات حلوه، وكان تحفه حقيقي يعني. طيب انا كده بقفل الكوسه. احنا ممكن بقى ايه وانا بحشي كده في كام تطبيق حلو ناخده لاصدقائنا. بصوا بكبس كده وبسيب شويه، لان ده خضار مش هيطلع، لكن لو الرز هحشي لحد هنا، لو مساحه الرز هكبس الرز وهخلي لحد هنا الكوسيايه ما فيهاش فاضيه، عشان اديله فرصه انه يطلع لو انا حاطه رز مع الخضار ده، علشان ما يطلعش بره الكوسه ويبدا ينزل في الحله بتاعتي ويعجن. يلا ناخد بقى التطبيقات. معانا ام فاطمه حبيبتي، عامله فطير مشلتت، تسلم ايديك يا ام فاطمه. وكعب الغزال، الله الله، تسلم ايدك وعينك. ولاء محمد، عاملة فتة شاورما، الله الله يا ولاء، تسلم ايديك يا حبيبتي. كيك الشوكولاتة دي مين؟ ولاء محمد، تسلم ايدك يا ولاء والله. معانا مين تاني؟ اسلامي حياتي، الله الله، تورتة تجنن، حلوة قوي حبيبتي، تسلم ايديكي والله، ربنا يسعد ايامكم. عفوك ورضاك، عاملة بيتزا تجنن. ومعانا كمان احمد، استاذ احمد مصطفى الدبيكي، اهلا وسهلا. وطبعا عصير فراوله باللبن والموز والشوكولات، الله 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 الله، تسلم ايديك وعينيك يا رب والله ما شاء الله. وده طبعا نسبه الحديد والبوتاسيوم والحاجات الحلوه، مع نسبه شوكولاته كمان لو دارك صحي جدا، والشوكولاته بتدي باور حلوه، ونوع كده من انواع الايه السعاده، مع ان احنا ندعم بالحاجات اللي محتاجينها جدا وانواع الفيتامينز الكتير. بصوا بقى انا كده ايه قفلت اهي كوسه، بحب اوقفهم كده ممكن يبقوا جنب بعض. خلينا نحكم الحله تبقى على قد الوصفه، لو الحله دي كبيره شويه ممكن نبقى احنا نحطها في حله ملمومه على قد الكوسه او على قد الكميه اللي احنا عاملين فيها المحشي، بتفرق جدا جدا جدا. طيب هنعمل كده. عندنا كمان النهارده وصفه حلوه قوي من ضمن الوصفات اللطيفه، وهي وصفه عيش جميل جدا نقدر نعمله بطريقه صحيه لطيفه جدا لأصدقائنا، وهو عيش البراتا الهندي.
انا بالنسبه لي هعمله هدخل فيه دقيق اسمر، وممكن احط فيه جنين قمح، وممكن احط فيه كمان دقيق شوفان، واعمله صحي لمرضى السكر اللي متضايقين او مش عايزين يستخدموا الدقيق الابيض او بيتعبهم قوي، فتبقى حاجه بسيطه كده في الفطار او في العشاء، مع جبن، مع لبنه، مع حاجه خفيفه من الحاجات الايه، جبنه قريش بزيت الزيتون والزعتر والحاجات الحلوه دي. هاخد كده ايه اخر واحده اهي في الكوسه، وهوريكم انا هعمل ايه بعد كده. هاخد بقى الكوسه دي، انا ممكن احشي كمان جنبها لو عندي بقى طماطم، ما اسيبش الحله فاضيه كده، فلفلتين رومي على فلفلايه ملونه على طماطمتين، واحشي بقيه المحشي. خلاص انا بقى هشيل الخلطه دي، هنحط كده رشه الزيت الزيتون هنا على وش الكوسه، وبعدين هاخد بسم الله شويه عصير الطماطم الحلوين دول هنا، هسويها فيهم. دول محطوطين عصير طماطم مع مرق، يعني كبشه مرق معاهم عصير طماطم مضروبه في الخلاط حوالي طماطمتين. ودلوقتي هاخد بقى الحله الجميله دي بسم الله، وهروح على العين بوتاجاز احطها، وبصوا دي المحشي، ما عملتش فيه حاجه، كله ني في ني بزيت الزيتون، الخضره، الحمص والمشروم والذره وكل الحاجات، الثلاث انواع من الخضروات، وبعدين سقيتها بيه مع كبشه شوربه وشويه طماطم اهي. شوفوها براحتكم، دي تنفع لاخواتنا المسيحيين صيامي جميله جدا، وتنفع فيها نسبه رز لو انتم حابين، وتنفع صحيه جدا، وتنفع لاصدقائنا مرضى السكر او مرضى القلب، تنفع جدا جدا ممتازه. نزل بقى مقادير العيش سريعا. العيش ده بيتعمل في الطاسه، ودي احلى حاجه فيه انه سهل. هنينا نقول بقى عيش البراتا الهندي، بس احنا هنعمله بطريقتنا احنا، الطريقه الصحيه، وهي عباره عن كوبايه من دقيق القمح، كوبايه من الدقيق الابيض، ولو عندي جنين قمح حطه معلقتين، وعندي 4 معالق زيت زيتون، وعندي نص معلقه من الملح، وتلت كوبايه من الميه. دي طبعا الميه خلوا بالكم نسبه وتناسب، احنا هنصب الميه شويه شويه، ممكن تاخد تلت وممكن تاخد نص على حسب نوع الدقيق. طيب انا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق الابيض، احط عليه رشه الملح، وهاخد الاثنين اللي هنا، وادي الدقيق الابيض على الدقيق الاسمر، لو عندي جنين قمح هحط، ولو عندي دقيق شوفان احطه هيبقى افضل. معلقتين كده من الزيت الزيتون، وبعدين هقفل بسم الله الرحمن الرحيم كده، حط الفيشة بسم الله. بصوا لازم بقى وانا بخلط الميه تكون دافيه. ليه دافيه؟ احنا اتفقنا ان دي القمح بيحتاج شويه سوائل اكتر من الدقيق الابيض، خلاص. فاحنا بصوا العجينه عايزاها ايه، بيشرب شويه ميه بعد ما بنكون حطينا له الميه في الاول، مش زي الدقيق الابيض بتبقى ميته مظبوطه، وانا خلاص هو مش هياخد او هيشرب تاني ميه عن كده او سوائل عن كده، ايا كان لبن او ميه او ايا كان اللي هتحطوه، هيبقى طري. العجينة لازم أبقى خدمها كويس وطرية زيادة، علشان لما تقعد شوية وترتاح ما تشققش مني وتديني النتيجة اللي أنا عايزاها. أنا دلوقتي مجهزين هنا شوية مريحينهم ومكورينهم كور صغيرة على قد الإيه اللي إحنا هنستخدمهم. خليني بقى أحط دي هنا كده ترتاح هنا شوية، وهبدأ أخد المردنة ونبدأ نفرد كام واحدة كده. لا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اخلص دي عشان نرجع ايه على الوصفه اللي باقيه. بصوا الجمال، هنفرد بقى كده، يتعمل بقى الحجم اللي حضراتكم تحبوه زي ما انتم عايزين. ترجع لكم الفكره، هما بيعملوه عموما شكلا مش تقليدي، يعني مش متساوي قوي.
واحنا عايزين نعمل حاجة نستفيد منها بس تبقى معانا وسريعة. بصوا حط هنا اهو كده، تبقى ايه حاجات لطيفة بسيطة كده ونشتغل منه وناكل منه وينفع جدا. هكمل بقى الباقي هنا شوية وهنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نعمل الوصفة اللي باقية مستنية حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد فاصل. بصوا العيش جميل ازاي، بصوا الجمال، وصحي وخفيف ونقدر نعمله واحنا واقفين في 5 دقايق، ما عندناش يعني ولا خميره بقى ولا حركات، وهنحط اهم حاجه الجريل او الطاسه تكون سخنه وخلاص. انا هعمل اخر واحده دي وشكرا. هنبدا بقى في وصفه جديده، نعمل بقى ننزل مقاديرها. وصفه بطاطس جميله جدا لكل من يحب البطاطس، صينيه البطاطس البيضة، لكن المره دي هنعملها شويه بالاعشاب. تعالوا بقى نقول مقاديرها بسيطه وسهله جدا. يلا نزلوا لنا المقادير حبايبي. عندنا البطاطس، صينيه البطاطس، عندنا بطاطس شرايح متقطعه ادخل من الشيبسي شويه، عندنا بصل شرايح، عندنا نص كوبايه من مرقه الخضار، 3 معالق زيت زيتون، ومعلقه كبيره روز ماري، ومعلقه كبيره زعتر، جوز الطيب، وملح وفلفل اسود، والزيت. بصوا حاجه بسيطه جدا تصلح كمان صيامي وتصلح غير صيامي. انا الحقيقه بحب الطعم البطاطس دي جدا، وفي ناس اصدقائنا كتير كمان الحقيقه بيحبوها قوي. خلينا كده ايه ناخد برضو اخر واحده. هبدا بقى نعمل ايه، بطاطس سريعه. احنا هنعمل ايه، نقطع البطاطس شرايح زي ما اتفقنا، خدها كده. وعندي شريحتين 3 طماطم ده اختياري، اهم حاجه البصل والبطاطس. هجيب كده بايركس بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وانا ايه متابعه العيش. بصوا العيش شغال زي الفل، الله ينور ما شاء الله اهو. الحاجات دي بتتشال كده بس الايه من الدقيق، بواقي الدقيق روعه. خلينا بقى ناخد نعمل كالاتي، شيل المردانه ودي كده. هنبدا بقى ناخد كده ادي معلقتين، هشيل ده. الله 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 الله، بصوا الجمال شكله. بصوا الكوسه بقى، اوريكم الكوسه بتغلي هنا اهي، هفتح لكم عليها برضو عشان تبقوا خدتوها. ريحه النعناع طالعه تحفه تحفه، الكوسه تحب النعناع جدا زي الكوسه بالبشاميل وبتموت في النعناع. محشي الدولمه كمان اللي بيبقى فيه كوسه وفلفل، الله الله. بصوا صحي صحي 100%، بصوا هتتسبك وهتطلع لونها احمر وهتتبسطوا بيها قوي. نهدي النار شويه لحد ما تستوي، انا بس عشان الوقت عندي فكمراها شويه دلوقتي. خلاص اخر رغيف طالع، هاخد بقى كده البايركس هنا وهشيل ده، وهقول ايه بقى بسم الله. هناخد ده العيش البايركس، انا عايزه ارصها، فهاخد كده نقطتين زيت زيتون هنا في القاع. خلاص يا حبايبي كده، وادي هنا، وهاخد البطاطس. خليني البس الجلافز، هاخد واحده كده اشيل بس اخر رغيف عشان ايه ما بلوش. الله 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 الله، بصوا بينتفخ ازاي الرغيف، بصوا ما شاء الله، بصوا الجمال، جميل جدا وسهل جدا وصحي جدا. ويا ريتكم تحطوا له جنين قمح، حطوا له بذور القطونه، حطوا له اي حاجه من الحاجات اللي انتم بتحبوها، مع اجبان، مع لبنات، مع اي حاجه حلوه في العشاء، حتى جبنه قريش وشويه طبق خضروات وخس، ودوها حاجات صحيه. طيب هنيجي هنا بقى، هناخد مجموعه من البطاطس، هاخد كده مجموعه من البطاطس الحلوه دي كده هنا ولتكن كده. عايزه بقى ايه اقفل مع بصل فيه، بس انا لا انا مش عايزه. بصوا الجمال كده، بصوا الجمال، نرص رصه بينهم فواصل من البصل، ونقفل تاني اهو. وهناخد نعمل كده بشكل لطيف كده. البطاطس طبعا بتبقى في ميه كتيره علشان ما تسودش، وادخن شويه من الشيبسي عشان برضو ما تاخدش وقت وتبقى برضو فيها طعم ان احنا نقدر ايه ناكلها بشكل لطيف.
ايه الوحدات دي كده بشكل حلو، رصة حلوة كده مختلفة، وهنحط معاها زي ما انتوا تحبوا طبعا من شرايح البصل الحلوة دي كده، الأعشاب اللي احنا اتفقنا عليها كده اهي كده. الله 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 الله، زيت زيتون وخفيفة. هحط مرق خضر لما هسقيها، لو انا مش عايزة استخدمها حاجة بمرق لحمة او فراخ، لو عايزة استخدمها صيامي لاخواتنا المسيحيين هتبقى رائعة. احنا يعني ايه نحب بصراحة نهتم بيهم قوي، اكلات خفيفة بس جميلة، شوية رز بقى جنبهم كده حلوين. الله الله، تبقى ايه من الاكلات الخفيفة واللطيفة، تدخل الفرن اي حاجة سريعة على الفرن، نظرا للوقت ونظرا انكم متوقفوش كتير وبتقفوا مع الوقت ده اوقات طويلة جدا في المطبخ، فخلينا ايه نقنن شوية الوقفة وتبقى ايه على الاقل اوقات قصيرة على مدار اليوم. طيب احنا كده اهو، تسلم ايديكم حبايبي، شكرا طبعا ليكم جدا ولذوقكم انكم متابعين معايا كل الحركات، ربنا ما يحرمني منكم والله. طيب حبايبي بصوا بقى، انا ممكن كده في النص مثلا بين كل واحده والتانيه كده وحدايه وحدايه، ممكن تبقى مكانها مختلف للطعم، اللي مش حابب ما يحطش خلاص كده كده، بس هتتبسطوا بيها قوي وخفيفه صحيه. الناس اللي بتدور على الاكل الصحي الخفيف يلا هيا بنا. بصوا بقى، رشة زعتر، زعتر فريش، لو مفيش خلاص هنحط زعتر استخدمه الجبلي او اللي هو اللبناني هيبقى جميل، بس العود ده. وعندي روزماري اهو اخضر كده، شوفوا الجمال، يدي طعم وتيست حلو قوي مع الشوربة. الله 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 الله، حاجة سامبل وبسيطة وصحية. رشة الملح، بصوا رشة الملح وخفيفة ليه؟ لأن أنا عندي مرق خضار فأنا مش عايزة أزود الملح، أوكي؟ بطاطس بتاخد نسبة ملح شوية، هكتفي كده رشة فلفل حلوة، شايفين الجمال؟ وعندي هنا إيه جوزة الطيب أو كباب صيني تدي طعم حلو قوي، وآدي المرق. بسم الله الرحمن الرحيم، مرق خضار، بصوا لحد إيه الربع كده بس، شايفين لحد فين في البايركس؟ باين يا ولاد؟ الفه لكم بس مش عايزه المسه دلوقتي. طيب يا حبايبي على راحتكم. الله 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 الله، تسلم الايادي. الله الله. طيب هنبدا بقى ايه نقفل كده، امسح بس هنا حوالين ده كده اوكي. واحنا خلاص خلصنا، انتوا فاكرين ايه؟ نايمين انتوا؟ يا سلام. استنوا حبايبي، بصوا بقى، انا اول مرحله ليها ممكن اغطيها كده بالفويل، هي مش بتاخد وقت في الفرن، الفرن سخن حراره 180، هحطها على الشبكه في النص عادي جدا، هتاخد حوالي 20 دقيقه وبعدين ارفع الايه الفويل من عليها وهسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع بعض كده، تاخد لون حلو خفيف جراتان خفيف. هوريك واحده جوه الفرن بنسويها، ده شكلها، ادي الفايركس بتاعنا، ادخله لكم جوه كده اهو كده، انتم مبسوطين طبعا. يا سلام يا سلام. طيب اقفل بقى اهو، وبعدين استنوا يا ولاد قبل الفرن، مالكم متسربعين ليه كده؟ ماشي تعيطوش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل كده، هدخل دي هنا، اول مرحله تاخد تلت ساعه وبعدين ارفع من عليها الفويل، دي واحده اللي تحتها اهي احنا كنا لسه مدخلينها. والله الله الله، بسم الله اهي الروايح، مش قادرة أقول لكم، وحاجة بسيطة بس الريحة تحفة. المهم إحنا هنحط لها إيه؟ يعني هننكهها بإيه؟ حاجات بسيطة قوي بتدي تيست عالي قوي. البصل ده يعد من البصل المشوي في الفرن، هيلثي جدا وصحي جدا، هتستمتعوا بطعمه جدا، إنه بيطلع نسبة السكر اللي جوه البصل، حتى لو البصل ده ابيض وانتم شايفينه حد النكهة، هتتبسطوا بيه جدا. أتمنى يا رب الوصفات تكون نالت إعجابكم. إحنا دلوقتي هنحط الطبق ده واخر بص على الكوسه، بصوا بصوا اتسبكت ازاي، عايزاكم بس تبصوا عشان تعرفوا ان مفيش فرق من ان احنا نعمل ني في ني، وان الثقافه دي لازم نغيرها بتاعت التسبيك خالص. بصوا ولسه وهتستوي وهتطلع معانا الواحده بوحدتها وهتبقى ممتازه، والصوص حلو، وبعدين الطماطم والبصل اللي في قاع الحله دول انا ساعات باكلهم كده بتشوك،
بيبقوا حلوين قوي صح؟ طيب احنا دلوقتي هنحط البايركس بتاعنا وهستسمح حضرتك ونطلع فاصل صغير، نرجع بقى معانا اسامه نبيل ومعانا هيربل بانك ومفاجاته وكلام جميل جدا مع اسامه، شوفوا ان شاء الله بعد الفاصل مستنيه حضرتك. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وانا رفعت الكوسه من على النار، بصوا هي ما استوتش 100% سبتها 80% لان لسه في البخار هيسويها. استاذ اسامه دايما يدخل يقولوا ايه الخير على قدوم الوردين، فعلا زي ما بيقولوا، فداخل بقى على الروايح واحنا ايه تقريبا هو فاق كان شويه ايه الصبح بقى ولسه صاحي وبعدين جاي لنا بقى، فايه فجاه كده لقيته فاق كده وبقى ايه الابتسامه الحلوه طلعت. فطبعا احنا هنرحب بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في الاستوديو دلوقتي استاذ اسامه نبيل. صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احنا فوقناك بريحه الاكل الفظيعه على الصبح دي. بسم الله ما شاء الله. هو احنا ناقصين الحاجات دي؟ الناس بتصحى الصبح تاكل حاجات خفيفه كده. لا بسم الله ما شاء الله عليك. يا رب يخليك، يا رب يخليك. انت منورنا النهارده، واحلى حاجه ان انت بتكلمنا عن حاجات كتير جدا. احنا معانا طبعا اسئله هنعيدها تاني عشان اصدقائنا اللي ما كانوش شافوا الحلقه اللي فاتت. تمام. وبس هستسمحك ننزل الاول الصفحه الخاصه من هيربال بانك وكمان الارقام التليفونات للتواصل. الارقام دي كلها حضراتكم عليها خدمه الواتساب، يعني مش بس عن طريق الاتصال، لو لقيتوا ما فيش يعني سرعه انكم توصلوا دلوقتي وفي ويتنج على التليفون، يا ريت تبعتوا من خلال الواتساب اللي انتوا عايزين ايه، بيردوا عليكم على طول ان شاء الله، وبرضه من خلال الصفحه يعني ما بيتاخروا. شو هم الحقيقه في متابعه العملاء لهم كل الحب والاحترام والتقدير. استاذ اسامه احنا النهارده بقى هنتكلم على الاول بصفه عامه الكورسات اللي حضرتك اتكلمنا عنها النهارده. تمام. وبعدين ناخد على جنب كده الكبسوله الجديده اللي عملت شويه ايه يعني انتربشن كده الفتره اللي فاتت. اكيد طبعا. وفادت ناس كتير قوي. ده انا جايب مفاجاه جديده كمان النهارده. والله اوزان بقى اللي فوق ال 120 130 بسم الله ما شاء الله، يعني عملت معاهم كانت فعاله جدا. عايزين برضو نقول لاصدقائنا اللي ما شافوش الحلقه دي حضرتك بتتكلم عن ايه. تمام. اتفضل. هنبتدي خالص في البدايه خالص بالكورسات. ايوه. عندنا الكورس الفردي. ايوه. دوت مكون من واحد كبسول، واحد نقط، واحد اعشاب. ايوه. بننزل فيه في الشهر الواحد من 6 ل 10 كيلو. الكورس الثنائي العادي باثنين كبسول، اثنين اعشاب، اثنين نقط. بننزل فيه من 10 ل 16 كيلو. أيوة. في الشهرين. ايوه. كورس الثلاث شهور العادي دوت من 3 كبسول 3 نقط 3 اعشاب، بنفقد فيه وزن من 20 ل 25 كيلو. هي. دي الكورسات العاديه عليها كلها 50% خصم والشحن مجانا. تمام. بعد كده هنخش على الكورسات المكثفه. مكثف. تمام. كورس المكثف الفردي 2 كبسول 1 نقط 1 اعشاب ومعاه كريم هديه. دوت بنفقد فيه من 8 ل 15 كيلو في الشهر الواحد. الكورس الثنائي المكثف 4 كبسول 2 نقط 2 اعشاب ومعاه كريم هديه، بنفقد فيه من 18 ل 25 كيلو في الشهرين. كورس الثلاث شهور المكثف دوت 6 كبسول 3 نقط 3 اعشاب، بنفقد فيه من 30 ل 40 كيلو في الثلاث شهور. وده معهوش كريم هديه؟ عليه كريم هديه طبعا، وعليه خصم 65% والشحن مجانا. ما شاء الله. يعني الكورسات المكثفه النهارده عليها خصم عالي ما شاء الله 65%. وكمان الشحن مجانا ومع هديه الكريم. الكريم ده خاص بسوليليت وشد الترهلات. الترهلات ده بيتاخد اثناء الكورس او هو اثناء الكورس بيبقى افضل، لان طبعا بنفقد وزن فبيحصل فيه ترهلات في منطقه الفقدان. فبنبتدي ان احنا نعالجه اثناء الكورس عشان بعد كده ما يبقاش فيه ترهلات بكميه اكبر. تمام. نقدر نلحقها اول باول على طول. ممتاز. طيب حضرتك بقى اتكلمنا النهارده احنا انواع الكورسات عباره عن ايه وبتتكون من ايه وايه بقى الكبسوله الجديده. تمام. هي الكورسات كلها مكونه من اعشاب طبيعيه. احنا قبل كده ذكرنا مكونات الكورس كله، هنذكرها مره ثانيه. هي مكونه من عشب الالافيرا، عشب الجارسينيا، التوت البري، المانجا الافريقي، كشور القهوه الخضراء. دي كلها اعشاب مصنوعه في جنوب شرق اسيا، خدناها كلها حطيناها جوه كبسوله، زودنا فيها فيتامينات معينه الفتره دي. جبنا الكبسوله الانجليزي فيها المغنيسيوم زياده. من المغنيسيوم احنا بنحتاجه في 300 عمليه على مدار اليوم. من اول ما بنصحى لحد ما بنيجي ننام بنحتاج المغنيسيوم كويس جدا للجسم. ايوه. المغنيسيوم ليه فايدات كتير جدا، ما ينفعش ان انا عندي نسبه المغنيسيوم تبقى قليله عندي. لان هي اللي بتعمل لي مهام الجسم كله، عن طريق العضلات، عن طريق الانبساط، عن طريق ان انا ما اخشش في اكتئاب، عن طريق كذا حاجه موجوده على مدار اليوم. ناس كتير جدا اللي هتلاقي عندهم عصبيه زياده هتلاقي عندهم نسبه المغنيسيوم عندهم قليله، فاحنا زودنا نسبه المغنيسيوم في الكبسوله. لان اكيد اي حد عنده سمنه زياده بيبقى عنده الضيق التنفس
قليل فبيبتدي يتعصب زياده. فاحنا زودنا النسبه بتاعت المغنيسيوم علشان في حاجه في المخ اسمها الجابه. الجابه دي هي اللي بتهدي بتعمل لي تهدئه للاعصاب. فطول ما احنا بناخد مغنيسيوم زياده في الكبسوله طول ما نسبه الجابه دي بتعلى معايا تعمل لي هدوء اكتر اثناء الكورس وبعد الكورس كمان. هي بالنسبه للكبسوله الانجليزي الجديده. هايل هايل هايل. وفعلا انتوا يعني عرفتوا انها بتعمل ايه المود العام بتاع بس هي يعني افضل حاجه في هيربال بانك ان احنا كل يوم مع بحث جديد مع انتاج جديد مع كبسوله جديده كلها احنا مسميين الكورس عندنا كورس علاجي لفقدان الوزن. الله. انا مش بفقد وزن بس، انا بفقد وزن بصحه جيده. بعالج اعراض السمنه، عرض السمنه بيبقى ليه كذا مرض. صحيح. بيعدينا على كذا مرحله من الامراض، انا ببتدي اعالج الامراض اثناء فقدان الوزن. انا مش هفقد الوزن وصحتي تبقى في تدهور، لا، انا بفقد الوزن وصحتي تبقى في تحسن. تبقى في تحسن، صح. كل مادة ان انا باخد الكورس بتاعي بستفاد منه، العلاج بتاعي بيعمل لي علاج لفقدان الوزن. مع الحاجات اللي بتأثر على معايا أثناء السمنة طبعا. أمراض السمنة كتير جدا ذكرناها قبل كده. صحيح. هي كرسي احنا مسمينه كرسي علاجي لفقدان الوزن. بيعالج لي الأمراض اللي عملتها لي السمنة وفي نفس الوقت بفقد وزن بشكل صحي أفضل بكتير. تمام. ده بالنسبة للمغنيسيوم اللي احنا اتكلمنا عليه. في بعد كده هنخش على النقط. في مادة الإلكرانتين زودناها بمعدل اعلى طبعا. علشان السنه اللي هي الزياده عن ال 100 كيلو محتاجه حرق اسرع حرق اقوى. فاحنا زودنا النسبه بدل ما بقت 4 أضعاف بقت 5 أضعاف او 6 أضعاف ما شاء الله نسبه الحرق. وزودنا فيتامين دي جوه النقط علشان المناعه عندي تبقى اقوى. لان احنا محتاجين ده. مناعة احنا كويس محتاجين جدا. ما هي فايده هيربال بانك ان هي بتشوف ايه المتطلبات وتدخلها داخل الكبسوله وداخل الكورس كويس. يعني مش بنتعامل مع الكورس ان احنا بنروج منتج فقط، احنا بنديك حاجه تعالج حاجات معينه وتفيدك في الفتره اللي احنا فيها دي. بعد كده بنخش على مرحله الديتوكس طبعا. الديتوكس ده مهم جدا للجسم، وزي ما ذكرنا قبل كده احنا بنعمل ديتوكس 20 يوم بس. عشان كده باكت الاعشاب 20 باكت. فهمت. عشان ما افقدش ميه وعضلات اثناء الكورس او يعني بعد يعني ما حدش يقول خلصت دي ما كفتش معايا الشهر. لا، هي الاعشاب بتكفي مده 20 يوم. تمام. ولو في باكت بيبقى 30 يوم بيبقى نسبه الديتوكس فيه متوزعه على ال 30 يوم. تمام. بس احنا يعني الاغلبيه عندنا بنعمل الباكت 20. بنستورد اللي هي الباكت اللي هو ال 20. تمام. افضل بكتير من ال 30 عشان ما افقدش ميه وعضلات. هايل. انت حضرتك هتفقد دلوقتي. أيوة. هتاخد شويه وزن وبعدين تحاول بقى تفكر حضرتك في حل. أيوة. انك تفقدهم ازاي بعد ما تخرج من عندك. ما شاء الله. تسلمي ايديك. تسلم يا رب. طيب احنا كده ده بالنسبه لكل الكورسات ولا تحديدا في الكورسات الكورس. دي مكونات الكورس. طيب الكبسوله بقى اللي حضرتك عايز تكلمنا عليها النهارده. الكبسوله الانجليزي انا بضيفها في الكورسات المكثفه اكتر مع الكبسوله السحريه. تمام. لان الكبسوله الانجليزي بتعمل لي بقى حاجات كتير جدا. اولا هي بتعمل انسداد للشهيه تام. في ناس كتير بتقول لي انت ليه بتخلينا استخدم ميه مع الكبسوله؟ انا بديك كبسوله كلها الياف طبيعيه. الالياف الطبيعيه زي ما احنا عارفين ما بتشتغلش غير بالميه. انا طول ما انا بشرب ميه طول ما مفعول الكبسوله بيبقى اقوى بكتير. تمام. فانا ببتدي ان انا بشرب ميه بعد الكبسوله وعلى مدار اليوم. كده كده الميه مفيده جدا للجسم، يعني احنا كده كده محتاجين يوميا ان احنا نشرب ميه زياده. تمام. والميه بتنزل لي سموم كتير جدا موجوده في المنطقه بتاعت الرئتين ومنطقه لحد ما بتنزل للمعده. فانا محتاج في الفتره دي ان انا انضف الرئتين بشكل تام كل شويه. صح. كل شويه انضف الرئتين. الموضوع اساسا جاي لنا في موضوع الجهاز التنفسي ده. هو مصنع الكورونا هو الرئتين. مش حته تاني في الجسم. يعني هي لا قدر الله لا قدر الله اللي بيصاب بالكورونا لو نزل المعده ما فيش اي خطوره عنده. انما لو نزل الرئتين هي ديت المشكله الكبيره. لان هو مصنع الكورونا في الرئتين. ربنا يعافينا ربنا. قوته كلها في المكان ده. في اي حته تاني في الجسم هو ضعيف. ضعيف. ضعيف جدا ويموت بسهوله. بالذات مع درجة حرارة عالية. يعني لما نلاقي ان جسم درجة حرارته ابتدى يعلى ما ناخدش مسكنات خالص. احنا نفضل نخليه 48 ساعة درجة الحرارة عادية، لان درجة الحرارة بتشغل كرات الدم البيضاء بتحارب الفيروس. انما انت لما بتدي دواء سخونية خارجي انت دلوقتي دواء بتقتل المناعة عندك. بتوقف المناعة ان هي تعالج الفيروس. صح. هو بيبتدي يحارب معاه سيبه يحارب ما تاخدش دواء سخونية. عشان كده هم منعوا الأدوية اللي خليه لمدة 48 ساعة. بعد 48 ساعة الحرارة ما نزلتش تبتدي تعمل كمادات. بعد 72 ساعة الحرارة ما نزلتش تبتدي تدخل مضاد حيوي. انت بتبتدي تعالج نفسك بنفسك مع المناعة. انت بتقوي المناعة عندك في اول حاجة، بعد كده بتبتدي تشوف العلاج الخارجي وتتعامل بيه. كويس جدا.
تمام. نرجع بقى للكبسوله بتاعتنا الانجليزي اللي هي معاها الكبسوله بتاعت انسداد الشهيه. لا الكبسوله السحريه. الكبسوله السحريه. اللي هي بتحجم لي حجم، احنا طبعا لما بيبقى وزننا فوق ال 100 حجم المعده عندي بيكبر في فتره زمنيه محدده. زي ما ذكرنا قبل كده. انا في الوقت دوت محتاج ان انا اصغر حجم المعده في فتره زمنيه. تمام. المفروض ان انا هاخد الكبسوله السحريه مع الكورس ان هي بتحجم لي حجم المعده وتصغره لي تخليني اكل كميه اكل اقل اثناء الكورس، وتفيدني بعد كده ان انا كميه اكل بتاعتي تبقى محدده بعد انتهاء الكورس. تمام. فانا في الوقت دوت باكل الكميه دي اثناء الكورس، والكبسوله بتعمل معايا تحجيم حجم المعده وتصغيرها. مش معنى ان هي بتصغرها ان هي بتخليها تكش، لا، هي بتخليني اكل كميه اكل اقل من اللي انا باخده من المعدل الطبيعي بتاعي. فانا في الوقت دوت طالما اكلت كميه اكل اقل في الفتره دي، هبتدي بعد انتهاء الكورس انا نفس كميتي هي هي، لان المعده بتاعتي ابتدت تاخد القدر ده لمده طويله. صحيح. هبتدي بعد كده بعد انتهاء الكورس ان انا في الفتره بتاعتي خلصت الكورس بتاعي فقدت وزن، هبتدي اكل نفس الكميه، هلاقي نفسي ما زدتش الوزن تاني. معدل الحرق بتاعي بيفضل يشتغل حتى بعد انتهاء الكورس بالطاقه بتاعتي، لان انا خلاص ببذل مجهود معين في اليوم مع معدل الحرق. انا دلوقتي فقدت الوزن، مش محتاج ان انا هبذل مجهود. وكل الناس اللي بتسال انا لازم اعمل رياضه مع الكورس، احنا حاطين النقط بديل للرياضه. يعني مش محتاج منك رياضه. ما بتقدرش او عندها مشاكل في العظم او في الغضروف هو او في اي حد وزنه زياده عنده مشاكل في الركبه وفي الام الغضروف، ده شيء صحيح. طبيعي، لان احنا ذكرنا قبل كده كل كيلو في منطقه البطن بيحمل 10 كيلو على الغضاريف. شيء طبيعي. وبيحمل 5 كيلو على منطقه الركبه. فاي حد عنده زياده في الوزن كده عنده مشاكل في الغضروف، ما يقدرش، مش هيقدر يعمل معايا رياضه. صح. هخليه يعمل رياضه ازاي؟ فانا بديله النقط بديل للرياضه. كويس. طيب احنا دلوقتي هنتكلم الكبسوله دي للناس بقى اللي عندها مشاكل في غده درقيه او مثلا سكر او ضغط. انا بالنسبه لي لو عنده الغده شغاله زيرو ما عنديش مشكله فيها خالص. يعني انا لو شايل الغده خالص انا ببتدي اعمل تنشيط للغده، ببتدي اخليها تفرز معايا ماده الحرق اللي هي ال كرانتين اللي ربنا عز وجل خلقها اساسا. بتبتدي تشتغل معايا، هي بتعلى معايا تدريجيا مع الكورس. انا في البدايه خالص عندي معدل الحرق عندي زيرو. ما عنديش معدل حرق اساسا، انا ببتدي اشتغل عليها. الكبسولات والنقط ما بتشتغلش غير على المعده وعلى الغده، ما بتشتغلش على حاجه ثانيه خالص. فانا ببتدي احجم المعده، بصغرها، بتعمل لي انسداد للشهيه، شعور بالشبع، ما بحسش ان انا جعان، ابتدي اكل كميه قليله، ادخل النقط تعمل لي معدل الحرق لاربع اضعاف، ابتدي احرق الاكل اللي انا اكلته. بعد ما بحرق الاكل معدل الحرق بيحتاج يكمل معايا بقى على مدار اليوم. بيبتدي ياخد من الدهون الثلاثيه الموجوده والخلايا الدهنيه ويحولها لي مصدر طاقه ليا. يبقى مصدر الطاقه بتاعي جه منين؟ من الدهون اللي بتتفتت والخلايا الدهنيه. ببتدي الاقي نفسي ان انا عندي طاقه طول اليوم، ما عنديش خمول، ما عنديش هزلان، مش حاسس ان انا تعبان. ببتدي الاقي نفسي ان انا شغال طول اليوم مع الحرق. كويس. واحنا اتفقنا ان الكورس بتاعنا اعشاب طبيعيه 100% لا بقى بيعمل ضربات قلب سريعه ولا بيأثر مثلا على حالات اكتئاب، ولا مثلا ناس بيجي لها كده فجاه بتلاقيها اتعصبت واثر على المخ. احنا ذكرنا بقى قلنا ضربات القلب السريعه التعصب بيجي من قله المغنيسيوم في الجسم. بيجي من قله المغنيسيوم في الجسم. احنا الكورس بتاعنا مدعم بالفيتامينز، فيتامين دي احنا زودنا فيتامين المغنيسيوم في الجسم بسبب الموضوع ده. لان اي حد عنده سمنه زياده بتلاقي عصبي زياده. فاحنا زودنا، عرفنا ان الماده بتاعت الجبل اللي موجوده في المخ ايه اللي بيهديها؟ اللي بيخلي المعدل بتاعها يعلى هو المغنيسيوم. تمام. المغنيسيوم احنا محتاجينه في 300 عمليه يوميا. حتى النوم بتاعنا محتاج مغنيسيوم. طول ما انت عندك، طول ما انت بتاخد كالسيوم والمغنيسيوم قليل، الاثنين لازم يبقوا متوازنين مع بعض عشان نوصل للمعدل الطبيعي للجسم. واحنا زودنا كل ده في الكبسولات بتاعتنا. هايل، دي حاجه حلوه قوي. طيب اتكلمنا بقى عن الحالات اللي اخذت الكبسوله دي الفتره اللي فاتت، الاوزان الكبير. تمام. انا الحمد لله بفضل الله يعني على شركه هيربر بانك والحمد لله المجهودات اللي بتحصل من فريق الطب كله. لا، والمتابعه بتاعتكم كمان انا هي اهم حاجه عندنا في الكورسات كلها المتابعه. هي اللي بتوصل لنتيجه ايجابيه. صحيح. في ناس كتير جدا فقدت معانا 40 و50 كيلو في فتره قريبه ما شاء الله. ما ينفعش ان انا هقول لك ان انا ما خسيت 40 50 كيلو في شهر او شهرين، ده مش هينفع خالص. انا بقى ممكن اخسهم في 4 شهور عشان ما افقدش صحه اثناء فقدان الوزن. صحيح. انا لازم افقد وزن مع صحه جيده. صحيح. ما ينفعش ان انا انزل من عندك وزن واعاني من حاجه لا قدر الله، وفي نفس الوقت هضرك في مناطق ثانيه. انا مش محتاج كده. انا محتاج صحتي اثناء الكورس، ومحتاج في نفس الوقت ان انا افقد وزن بصحه جيده. فانا في الوقت دوت في ناس نزلت معانا الحمد لله، وناس كانت هي بتساعد نفسها قبل ما بتساعدنا. ناس عايزه تفقد وزن. في ناس كتير، احنا بنجي لنا مثلا 100 مكالمه 50 منهم بيتعاملوا معانا،
دول اللي عايزين يفقدوا وزن، دول اللي عايزين يساعدوا نفسهم. الناس التانية لسه الإرادة بتاعتهم ما اشتغلتش ان هم يفقدوا الوزن. احنا برضو بنبقى معاهم خطوة بخطوة لحد ما ياخدوا الخطوة الأولى. بعد ما بتاخد الخطوة الأولى احنا ما بنسيبكش. هايل. انت بعد ما بتاخد الخطوة ان انت خلاص قررت ان انت تفقد الوزن، احنا معاك لحد ما تفقد الوزن انت محتاجه. بتتابعوا بقى وبيتابعوا معاك؟ مش بنتابعه بس، احنا بيعتبر يعني انا بسميها على طول ان احنا عايشين معاه. احنا متواجدين معاه في البيت. كل تفاصيل بقى. كل تفاصيل، كل انواع اكله، وقت نومه، كل حاجه بنبقى متابعينها خطوه بخطوه. ان انت تزيد دي صعب جدا، ان انت تفقد وزن احنا بنحدده على الحاله الصحيه وعلى انسداد الشهيه بتاعك او معدل الحرق، كده كده هتفقد الوزن اللي الدكتور حدده معاك. تمام. بس انت بتساعد نفسك في البدايه خالص ان انت بتتكلم تلتزم وبتاخد القوه الاولى اللي هي الدفعه الاولى ان انت خلاص قررت تفقد الوزن. صح. بعد كده كل المهام علينا احنا. تمام. طيب احنا بقى ممكن نعيد مره تانية الكورسات بعد اذنك؟ طبعا. عشان نقول الكورسات الفرديه وبعدين الكورسات المكثفه. الكورس الفردي للشهر. أيوة. الواحد مكون من واحد كبسول، واحد نقط، واحد اعشاب، بنفقد فيه من 6 ل 10 كيلو. الكورس الثنائي العادي دوت 2 كبسول، 2 نقط، 2 اعشاب، بنفقد فيه من 10 ل 16 كيلو. كورس الثلاث شهور العادي مكون من 3 كبسول، 3 نقط، 3 اعشاب، بنفقد فيه من 20 ل 25 كيلو. الكورسات العاديه كلها عليها خصم 50%. والشحن مجاني. طيب بالنسبه بقى للكورسات المكثفه ناخدهم بقى الفردي وثنائي وثلاث شهور. الكورس الفردي المكثف مكون من علبتين كبسول، واحد نقط، واحد اعشاب، ومعاه كريم هديه. دوت بنفقد فيه من 8 ل 15 كيلو في الشهر الواحد. ايوه. الكورس الثنائي المكثف 4 كبسول، 2 نقط، 2 اعشاب، او معاه كريم هديه، بنفقد فيه من 18 كيلو ل 25 كيلو في الشهرين. كويس. كورس الثلاث شهور المكثف مكون من 6 كبسول، 3 نقط، 3 اعشاب، ومعاه كريم الهديه، دوت بنفقد فيه من 30 ل 40 كيلو، وعليه خصم 65% جميع الكورسات المكثفه، والشحن مجانا لجميع انحاء الجمهوريه. ده هايل جدا. طبعا ده في ضمن هذه الكورسات الكبسوله السحريه. ده الكبسوله السحريه في المكثف اساسي، في الثنائي وفي الثلاثي. بالنسبه لل الثنائي العادي والثلاثي العادي. آه. لا الفردي لا، ما فيهوش الكبسوله السحريه في العادي. انما في المكثف معاه الكبسوله السحريه. هايل جدا. يعني احنا عندنا يعني كبسوله سحريه في كل الكورسات. ما عدا الفردي العادي. وطبعا ده في الاخر بيرجع للحاله وعلى حسب هو تشخيص الحاله. طبعا بالظبط تشخيص الحاله اهم حاجه في الموضوع. تمام. انا طبعا مش عارفه اقول لك ايه، برضو بشكرك جدا استاذ اسامه، والله بجد شرفتني نورتني. بشكر ضيفي استاذ اسامه نبيل اللي كان مشرفني ونورني النهارده. بشكر كورسات هيربال بانك، اتمنى حضراتكم تنولوا الخصم النهارده في هدايا على الكورسات المكثفه. يا ريت بقى انكم تتصلوا تنولوا خصم 65% على كل كورسات، في كريم كمان اللي انتوا عايزينكم تسالوا عليه دايما. النهارده احنا عملنا صينيه البطاطس الخفيفه الحلوه دي لكل اخواتنا، سواء عايزينها بقى صيامي او غير صيامي، حاجات صحيه الخفيفه. وعملنا عيش البراتا الهندي، وبرده عملناه بدقيق القمح، وممكن نحط له جنين القمح والشوفان والحاجات الحلوه الصحيه. وعملنا الكوسه، محشي الكوسه، محشي بقى بالمشروم والخضروات والذره والحاجات الحلوه، وسقيناه بالعصير الطماطم المتصفيه وشويه مرق خضار خفيف، طلعت تحفه. نفسي اقسم واحده كده، والمخرج بيستعرضها، هقسم لكم واحده تشوفوها، وانا لازم ادوق حته طبعا. استاذ اسامه هنديله نص سايه، نص واحده ولا ممكن واحده؟ لا ممكن اخد الطبق كله. يا فندم ما يغلاش عليكم والله. طبعا بصوا الجمال، والله من جوه جميله. اتمنى يا رب تجربوها وان شاء الله تعجب حضراتكم، واتمنى من الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.